نظم متحف الشارقة البحري جلستين حواريتين بعنوان رحلة الغوص العود ودور المرأة الإماراتية في رحلات الغوص بهدف تعريف الجمهور بحياة أهل الإمارات قديما. رحلات للغوص تستمر لعدة أشهر في عرض البحر محفوفة بالمخاطر، هكذا كان المشهد قديما في حياة أجدادنا عند بحثهم عن اللؤلؤ الذي كان يعد مصدر رزق رئيسي آنذاك. لذا نظم متحف الشارقة البحرية جلستين حواريتين، إحداهما ناقشت ما يسمى الغوص العود، والأخرى ناقشت دور المرأة خلال تلك الفترة. الفعالية المجتمعية لتبين دور الرجل والمرأة في حياتهم في الماضي ورحلة الغوص. كان الرجل يذهب للغوص، كان يعاني كثير من الشقاء في رحلته في البحر والغوص، وكانت زوجته في البيت تهتم بعياله وكانت تنتظر عودته من هاي الرحلة. رحلة الغوص كانت تمثل بعض العادات والقيم في مجتمع دولة الإمارات، لا سيما اللي متواجدين في رحلة الغوص: الصبر، القوة، الشجاعة، تحمل. الباحثون ناقشوا خلال الجلستين عدداً من المحاور كالغوص في التراث الشعبي وسوالف أهل البحر أثناء رحلاتهم، وما هي الأعمال التي تجهزها المرأة الإماراتية لرب الأسرة قبل خروجه إلى رحلة الغوص، والأعمال التي تقوم بها في ظل غيابه. زوجه لما يروح يصير على زوجه، يعني هي تحافظ على البيت وبيت تكون مفتوح للاستقبال مثل ما كان الزوج موجود، هي اللي تطبخ، هي اللي تغسل، هي اللي إذا تصير تروي تيب الماء. هي رسالة يجب أن الكل يتعلم عليها، من خلال سواء من خلال الجلوس مع الآباء والأجداد أو من خلال الاطلاع على رحلات الغوص، من خلال زيارات المتاحف، من خلال زيارة المعارض الثقافية التراثية. إذن هكذا سعت هيئة الشارقة للمتاحف بتنظيمها هذه الفعالية لترسيخ دور الآباء والأجداد في التراث وتسليط الضوء على مهنة الغوص قديما، ليكون هذا الموروث التاريخي شاهدا على حياة الماضي الجميلة برغم قساوتها وصعوبتها. حياة البحر ورحلات الغوص ماض جميل عاشه أهل الإمارات، وهي ذكريات استشعرناها في هذه الفعالية لمتحف الشارقة البحري. لأخبار الدار هدى سالم، الشارقة.